جماعة مهم جدا، وقلنا عشان احنا بنفهم في المهنية، قلنا انباء وصلتنا مؤكدة ولكن لم تعلن رسميا، رحيل الكابتن عبد الحميد حسن عن نادي أسوان. كلمنا المستشار الشافعي صالح، أكد إنه الخبر عرفه مننا والكابتن عبد الحميد حسن لم يبلغه رسميا. النهاردة فوجئنا في أسوان، كانوا عارفين وهم فوجئوا إن احنا عرفنا، وعلشان احنا دايما بنجيب الخبر والمعلومة من فم الأسد، قلنا كمان كان في اتصال مع الكابتن سعيد عبد العزيز، ويبدو أن طلبات سعيد عبد العزيز لم تكن بعيدة عن طلبات عبد الحميد حسن. ففاجأنا مجلس الإدارة بتعيين حمدي حمدان مديرا فنيا لنادي أسوان، وكمان معاه مدرب عام الكابتن المحترم عبد الناصر عباس، والإبقاء على باقي الجهاز الفني لأسوان، وتأكد انفرادنا زي ما قلناه بالظبط. كابتن رمضان السيد، قلت لعبد الحميد حسن امبارح رحت في ايه وسافرت في ايه؟ ايوه صح، عبد الحميد متهيألي قعد 10 ايام تقريبا. فلا هي الامور صعبه في اسوان، خلي بالك. انا كنت مشفق عليه جدا يعني الحقيقه. هي الامور صعبه في اسوان، يعني عبد الحميد هيمسك او اي حد هيمسك او سعيد هيمسك، الامور صعبه لان هم كمان في لعيبه كتير مشت، يعني في نجوم اللي هم كانوا شايلين الفرقه في الموسمين اللي فاتوا مشوا، فبالتالي كان معظمهم اعارات متهيألي يا كابتن. كان معظمهم اعارات. صعوبه كمان يا كابتن في النظام الجديد، ما عادش بقى مجموعه الصعيد اللي هي حافظها وعارفها وبيعرفها. لا لا وخد بالك، خلي بالك هو دوري زي الممتاز، ما هيروح يشوف هيروح من فين لفين. الموضوع صعب اكتر طبعا. ده هو بالعينين كان اسوان كان بيشتكي وهو في الدوري الممتاز ان هو مش عارف يتنقل، فما بالك ان انت بتيجي مثلا من اسوان بقى اصعب من الممتاز. اصعب الامور اصعب، فلازم اسوان الحقيقه وزاره الشباب والرياضه تساعدهم عشان يقدروا يكملوا جوه المسابقه بشكل كويس. كابتن ابو العينين، الحقيقه برضو يعني ملف المدير الفني ده صعب شويه يا استاذ مصر. يعني انا لما اجيب عبد الحميد حسن اكيد انا ليه ملف او ليه سي في او ليه تاريخ، او انا جبته على اساس ما ينفعش بعد 10 ايام امشيه. لا هو ما مشوش. امال مين هو اللي اعتذر؟ كابتن عبد الحميد اللي اعتذر. ما هو انا بس هم النهارده ممكن امشيك بطريقه مختلفه. هم اللي كان النهارده كتبوا هذا اللغط، لكن امبارح المستشار الشافعي صالح اكد لنا احنا، قال لم ابلغ حتى الان من الكابتن عبد الحميد حسن يا استاذ عبد الناصر، دليل على انه الكابتن هو اللي مشى وليس هم اللي مشوه. انا لما باجي اتفق مع الكابتن رمضان السيد بس هو لانه طيب، بص هو تعامل معاهم عشان يطور، اصطدم بحاجات. طيب الكلام ده يعني قبل ما يسافر ياخد شنطه ويلم هدومه ويروح اسوان ويركب الطياره ويحجز والكلام ده كله، اعتقد ان الامور دي كلها تكون خلصانه ومتفق عليها، والا هو راح ليه ومسك 10 ايام ليه؟ اشتغل 10 ايام ليه؟ ده دي اسئله احيانا مهمة. احيانا يا كابتن بتبقى متفق وما بتشتغل على ارض الواقع بتلاقي في حد اخل بالاتفاق. يعني ده بيحصل. ده اللي انا عايز اتكلم يا كابتن، والوعود الوعود بتبقى كتيره. ده اللي انا عايز اتكلم فيه، هو احترام التعاقدات لان المدير الفني ده برضو يعني معلش الموضوع ده ممكن ياثر على حميد كتير جدا جدا جدا. يعني حد معايا في الكنترول يا جماعه؟ انه يمشي بالطريقه دي بالسرعه دي في التوقيت ده، الراجل ما عملش اي حاجه يعني عشان يمشي. فانا بقول انت طالما ارتضيت ابو العينين شحاتك كابتن رمضان الكابتن محمد مدير فني، يبقى انت توفر له طلبات وفقا للاتفاق. لا اكيد انت بحثت كتير وسالت كتير وعرفت الراجل ده يعني السي في ده بتاعه فيه ايه، يعني انت درست خلاص كل الملف ده يا استاذ اشرف. اكيد وكابتن عبد الحميد يا كابتن الموضوع انتهى اكيد ما تحققلوش مليون في المية. هو سافر واشتغل يا كابتن، الراجل سافر واشتغل، يعني معنى كده ان انا كنت متفق بناء على وعود ممكن كانت تمشي، لكن هو مش هيضحي. يعني ده خلاص الدوري 15 يوم. هو الامور دي الصراحه فيها كويسه طبعا، يعني انا امكانياتي كذا. خلي بالك احنا برضه بص كان نبقى امناء كان نسمع كل الاطراف، تواصلنا مع الناس في اسوان ما حدش عايز يتكلم ولهم كل الاحترام والتقدير لانه كنا عايزين نسمع منهم، ولكن معنا على الهاتف وحصريا واول كلام ليه بعد ان ترك نادي اسوان، لان المعلومه اللي عندي انه هو اللي مشى ولم يبلغ برحيله. يعني حتى امبارح عشان دي شهاده لله المستشار الشافعي صالح ويطلع يرد عليا، قال لم ابلغ من الكابتن عبد الحميد حسن حتى الان، دليل ان هم ما مشوش والكابتن عبد الحميد اللي مشى. انا بقول شهاده وليس دفاعا عن احد. كابتن عبد الحميد حسن مساء الفل يا كابتن عبد الحميد. مساء الفل واهلا بيك.
انا مش عارف مين معاك في الاستوديو، بس طبعا نرحب بيهم. الكابتن رمضان السيد والكابتن محمد الهادي والكابتن ابو العنين شحاته والاستاذ اشرف الشامي. احنا ما عندناش اعداد اصلا. اهلا وسهلا. لا 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 لا، انا بصراحه هم انا كنت مستعجل يعني على الرد، فالناس كانت مستعجله، فطبعا مش قصدهم يعني عبد الناصر، فما تدققش في الحاجات دي. اهلا طبعا. كل سنه وحضراتكم طيبين، واهلا بيك. طيب يا طيب. قول لنا بقى يا كابتن سؤال وجيه جدا، رحت في ايه وسافرت في ايه؟ ايه الاسباب؟ الاسباب يا طبعا يعني فعلا انت معاك حق، دي اسرع يعني رحله كرويه مرت في حياتي. لا لا، في اسرع كتير. لا، في حياته هو. في حياته. في حياتي انا يا كابتن. الموضوع ان انت لما بتتولى مسؤوليه وانت يعني معاك ناس كبيره يعني افاضل يعني اكيد هم عارفين الكلام ده، انت بتتولى امانه في رقبتك. فالهدف بتاعي كان المصلحه العامه مش المصلحه الشخصيه خالص. انا لو كنت عايز امشي الامور واشوف حاجه لنفسي انا كنت مشيت اموري، لكن انا طبعا بقول لك امانه، وامانه كبيره كمان لما تكون ماسك نادي بحجم نادي اسوان، ليه شعبيته وليه جماهيره وليه تاريخه واسم كبير طبعا. فالامانه بتحتم عليك ان انت تشتغل للمصلحه العامه في المقام الاول والاخير، وده اللي انا اشتغلت عليه. وطبعا الاول بس انا يعني انا النفس يعني ليها كل الاحترام والتقدير كاسماء وكمراكز في مجلس اداره نادي اسوان كله، بس طبعا لقيت الدنيا مش ماشيه مع المصلحه العامه خالص، فاعتذرت. ده يعني خلاصه الموضوع. هل هناك امور معينه طلبتها ولم تلبى اليك يا كابتن عبد الحميد؟ بص يا كابتن، هي التفاصيل كتير جدا جدا والاحداث كتير، لكن طبعا انا احتراما للناس واحتراما اللي بيحصل في المكالمات والاجتماعات المغلقه، فيعني صعب قوي ان انا اتكلم في التفاصيل، لكن كل حاجه حلوه يعني اللي انا اقدر اقوله، كل حاجه حلوه في نادي اسوان مشيت وسابت النادي. ده مختصر الكلام. كل واحد كان خايف على مصلحه اسوان الحقيقيه مشي وساب النادي، كل واحد كان حريص على المصلحه العامه وان احنا نعمل حاجه مشي وساب النادي. عملنا سكواد قوي جدا 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 بتراب الفلوس. المشكله ما كانتش مشكله ماديات خالص، وعملنا سكواد قوي جدا كنا ممكن نروح بيه لابعد حاجه في المسابقه اللي هو الصعود. واشتغلنا فتره قليله بس اشتغلنا كتير قوي، كنا بنشتغل على طول تمرينتين صبح وبالليل، واتكلمنا مع اللعيبه وحضرنا اللعيبه نفسيا بالرغم من كل حاجه مرينا بيها. المشكله ما كانتش من فريق كوره خالص، فريق كوره كان اخر حاجه في مشاكل. لكن انا زي ما قلت لك في الاول احتراما للتفاصيل اللي دارت في الغرف المغلقه، انا مش قادر اتكلم في تفاصيل، لكن تفاصيل كتير قوي، لكن انا بقول لك وباكد عليك تاني، اي واحد حب النادي، اي واحد كان بيفكر في مصلحه النادي العامه بيفكر ان هو يعمل حاجه كويسه ساب النادي ومشي. وانا كنت اخر واحد عملت كده املا ان يحصل حاجه او يتدخل حد للمصلحه العامه يعني. كلمه. ماشي، اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبد الحميد. بس الكابتن رمضان لي استفسار قبل ما تمشي. طبعا طبعا. عبد الحميد. اتفضل يا كابتن. تحياتي ليك يا عبد الحميد. اولا هو اللي انت بتتكلمه دوت اعتقد ان هو اللي احنا شفناه في نهايه الموسم، يعني يمكن انت يعني الحقيقه اختصار لكل المشاكل اللي حصلت في نهايه الموسم. نهايه الموسم لما مباراه البنك الاهلي يتوافي عليها من الاداره ان هي تتنقل القاهره، وهم المنافس الوحيد ليهم على اساس ان هم لو كسبوهم كانوا ممكن يقعدوا في الدوري الممتاز. اعتقد من النقطه ديت وضحت يا عبد الناصر ان في مشكله كبيره جدا 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 في نادي اسوان. انا كابتن يعني طبعا حضرتك طبعا يعني قيمه كبيره عندي انا شخصيا، وحضرتك عارف احنا قد ايه نبقى حريصين على ان احنا ما نقولش المعلومات، لكن بصراحه للمصلحه العامه والنادي اسوان النادي ما يستاهلش كده خالص بصراحه كابتن. انا فوجئت وصدمت باللي في النادي. صح. وفعلا كلام حضرتك صح، انا كنت بستغرب ليه اسوان بيطلع وينزل في نفس السنه. لكن لا الدنيا كانت صعبه جدا، واتمنى من الناس اللي هم المسؤوله الحريصه عن النادي اللي هم يعني يخلوا المصلحه العامه من اولوياتهم، المصالح الشخصيه ما ينفعش خالص تدخل في مصالح عامه.
اتمنى ان الناس تحط ايديها في ايدين بعض، لان الوضع صعب جدا جدا جدا، واحنا كنا فعلا عاملين فريق قوي جدا جدا، كنا باذن ربنا هنطلع وهنصعد، لكن لو في ناس قصده ان هي تضم فريق كوره مش هيبقى بالطريقه دي. فاتمنى ان هم يبصوا المصلحه العامه ويسيبوا المصلحه الشخصيه خالص، يعني حرصا على مصلحه نادي اسوان. شكرا جدا جدا. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الحميد حسن، وانت عارف ان احنا هنا في البرنامج بنتحلى كمان بالهدوء والتقى، ده ما بنحاولش ندخل في التفاصيل ولا نصيد في الامور ولا بنبحث على ترندات زائفه، وحق الرد مكفول للناس في اسوان على كلام الكابتن عبد الحميد.